يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حسن أخلاقك، سماحة في وجهك، تلطف باللسان. يعني في فرق بين ما أقول له واحد أعطيني اللي بإيدك أعطيني، وبين ما أقول لو سمحت. لو سمحت، كلمة لو سمحت تضفي على كل الجملة وتضفي على كل الطلب حسن الخلق. كلمة شكرا، أعطاك الشيء قل له شكرا، خلاك تمر بسيارتك قبله قل له شكرا، فوتك على الدور قبله قل له شكرا. ليس من هنالك من شيء أثقل في موازينك من حسن أخلاقك.